أحلى 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 صباح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قلعة ألتيز جنوب كوبلانز ألمانيا. تنزل من السيارة وتمشي لين القلعة، ممنوع الطائرات الدرون، هاي طائرات التصوير ممنوع في المكان. هذا النهر اللي تحت القلعة، سألت الناس اللي جايين الحين يصورون هني، قلت لهم مفتوحة للزوار بس جايين يصورون، كم من واحد مني ومني وحوالينها، كل حد يقول لي لا ما ندري، بس احنا جايين نصور شي من برا. كان صراحة يرد الروح بصراحة، تبسط هني، تطلع من القلعة، تطلع من غرفة النوم بثياب النوم وتبسط هني وتريق وترجع. حياكم الله وبياكم واجعل الجنة مثوانا ومثواكم. هذه القلعة اللي بنزورها قلعة ألتيز، هذه تم بنائها في العصور الوسطى واستمرت إلى اليوم. الأحفاد تركوها للناس للسواح يزورونها، والزين في هالقلعة، الزين في هالمكان، في ثلاث قلاع في هالمكان شمال الراين قريب من كوبلنز، لم يتم تدميرهم أثناء الحرب العالمية الثانية. فهذا اللي خلى القلعة هاي مستمرة لين اليوم بنفس النظام، بنفس البناء ونفس التشكيل اللي تم بنائها فيها. يلا نروح نتقدم، عاد ما يندرى عاد متى يفتحونها. الحين الساعة 6:30 صباحا، واليوم السبت تاريخ 28/4/2018. نعم ما زلت في كامل قواي العقلية من أول الصبح. نعم لا بحاطين إعلان ولا شيء على الباب ولا شيء. يلا أبوي شوف لنا مكان، أبوي أعوض اليوم اللي ما سويت البارحة اللي خربت علينا الزحمة، زحمة الشوارع. فأبوي أعوض اليوم إذا قدرت أدخل فرنسا اليوم كان بها، أما قدرت بكرة إن شاء الله. سخني أخلص، في عندي ثلاث بلدات أبغى أمر عليهم. غاطة ثانية طبعا، هاي وين مكانها مثل ما أقول لكم، بين كوبلنز وبلدة تيرير، وهذا نهر، نهر مشهور جدا في ألمانيا، نهر الموزيل يمر جنبها. بعد بروح عند البواب وبشوف إذا في إعلان فتح البواب ولا لا. يا الله فيها قاعة مشهورة اسمها قاعة الفرسان، فيها سجاد فرنسي على يعني.